برنامج أسفار وأخبار، نقف على الآثار فلا نعرفها، وعلى الشواهد فلا ندركها، وفي الآثار والشواهد روائع الأخبار، تحلو بها مجالس السمار. أسفار وأخبار، برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية، ويصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، وهذا اللقاء المتجدد من لقاءات أسفار وأخبار، والحديث ما زال موصولا وإياكم مع سيناء وتاريخها في رحلة نعوم بك شقير. ونعوم بك شقير هذا كما ذكرنا سلفا سوري كان قد نسق مع المخابرات البريطانية في أوائل القرن العشرين لمعرفة طبائع وعادات وتقاليد بدو سيناء، ودون سيرهم في كتاب طبع طبعة دار المعارف في طبعته الأولى في سنة 1920 من الميلاد، وقد دون فيه أشياء دقيقة جدا قد لا تجدها عند غيره، وإن كان الكتاب في مجمله عند الباحثين المحققين المتخصصين يجدون فيه بعض المآخذ، لكن من حيث الجملة هو كتاب جيد. من جملة المشاهدات التي ذكرها نعوم بك شقير يقول: بدو سيناء يعظمون الفارس الشجاع ويسقون أطفالهم من ريقه، وذلك بأن يأخذ الفارس ريقه بحد السيف ويلقمه الولد أو يلقم الولد الريق رأسا في فمه. وهذه من العادات القديمة التي كانت موجودة عند أهل سيناء، تعظيما للفارس وطمعا في أن يكون أولادهم مثل هذا الفارس. من بين المشاهدات التي ذكرها نعيم بك شقير أيضا يقول: بدو سيناء لا يسكنون الخيام إلا في الشتاء والربيع اتقاء المطر والبرد، فإذا ارتفع المطر وزال البرد خبأوا خيامهم في القرى وبنوا لأنفسهم أكواخا من القش وأغصان الشجر اتقاء للحر والرياح، وتدعى عرائش، وهذا بيان لحالهم، فسكناهم للخيام يكون في الشتاء والربيع فقط. قال أيضا في الكلام على لباسهم: وبدو سيناء يلبسون على رؤوسهم العمامة والمريرة، يقول فوق عراقية من وبر الإبل، إلا بدو أطورة وأهل مدينة العريش، يعني مثل العقال، يعني ربطة مثل العقال تقريبا، لأن العقال سمي عقالا إما لأنه يعقل الرأس يعني يربطه، أو لأنهم كانوا يعقلون به الإبل، وأصل العقال خيط رقيق تربط به عمامة الرأس، وهي تختلف من بلد لآخر من حيث شكلها ولونها وغير ذلك، وهي موجودة عند أهل سيناء قديما. فهو يقول إنهم يلبسونها هذه العمامة مريرة كما يسميها فوق عراقية من وبر الإبل، إلا بدو الطورة وأهل مدينة العريش فإنهم يلبسون الطربوش المغربي فوق العراقية، وعلى الطربوش عمامة من الشاش أو الحرير الملون، يعني الطربوش فوق العمامة، وقد يكون على الطربوش شيء من الشاش أو غيره. يقول غير أن كثيرين من بادية لعليقات ومزينة يلبسون العمامة والمريرة كبادية التيه والعريش، أما العمامة فهي منديل أبيض من القطن، وأما المريرة فهي العقال من صوف الضأن أو وبر الإبل، وقد يلبسون فوق العمامة كوفية من حرير ملون أو شال من الصوف الأبيض، ويعقدون الاثنين بالمريرة. هذه وصف اللباس، هو كما نرى فيه اختلاف يسير عن لباس أهل الجزيرة، وهو مشابه تقريبا للباس أهل الشام إلا فيما يتعلق بالطربوش، وأظن صورة الطربوش واضحة، عمامة وفوقها الطربوش. وأما بالنسبة للمرأة فهو يقول: جميع نساء سيناء مغرمات بالوشم
فيشمنا الشفه السفلى وظاهر اليدين من ظهر الكف إلى المعصم إلى الكوع، وقد يشمنا الخد بدقة كرجل الطير. ورجال البادية تحب الوشم وتتغزل به، لأن المرأة أصلا ما تضع هذا الوشم إلا لأن الرجال يحبون ذلك. يقولون التقى فارس بدوي ببدوية فعلق بها، فأنشدت ولد يراعي الشجرة بتتلفت على مك، إن كان تريد الضيفة ارعى العرب قدامك. فأجابها والله ما أريد الضيفة، ودي خضار وشامك، لأن الوشم يكون من لون أخضر. فهي تقول له لماذا تنظر لي؟ إن كنت تنظر لي من أجل الضيافة فرع العرب قدامك، انظر إلى العرب إلى قبيلتي أمامك. فهو يقول لها والله ما أردت الضيافة، لكنني أردتك أنت كزوجة أو عشيقة أو غير ذلك، وطمعني في ذلك الوشم الأخضر. ولدي راعي الشجرة بتتلفت علامك، إن كان تريد الضيفة ارعى العرب قدامك. فأجابها والله ما أريد الضيفة، ودي خضار وشامك. أما فيما يتعلق بالشراب عموما فهم ليس لهم مسكر من أي نوع كان، وهذه من فضائل بدو سيناء، لا يعرفون المسكرات، لا يعرفون الخمر والشراب ونحو ذلك مما عافته أنفسهم، إلا أنهم مولعون بشرب الدخان، يزرعونه في أرضهم أو يشترونه من الخارج، ويدخنون بالغلايين الطويلة تبلغ نحو 30 قراطا، ولا يمضغون التبغ مضغا كما في السودان. وإذا عدم البدوي الدخان وعن له شربه لم يستطع، تناول بعرة يابسة من بعر الإبل وجعلها في غليونه ودخنها، وهذا يدل على شدة ولعهم بالدخان. هم أيضا لهم ولع بالقهوة، يقول شغير يقول بدو سينا ولعهم بالقهوة ليس بأقل من ولعهم بالدخان، ولا يشربون القهوة إلا مصنوعة في وقتها، فتراهم أينما نزلوا أوقدوا النار وجلسوا حولها حلقة يدخنون التبغ بغلايينهم، وأتوا بعدة القهوة فحمصوا البن بالمحماصة ثم سحنوه بالهاون، وعملوا القهوة سكبوها في الفناجيل ووزعوها على الحضور دورا أو دورين أو أكثر على الترتيب، مبتدئين من اليمين، وهم يشربونها صرفا إلا في الأفراح، فإنهم يشربونها بالسكر، صرف يعني مرة، إلا في الأفراح فإنهم يشربونها بالسكر، وربما مزجوها بالقرنفل أو الزنجبيل وغير ذلك. قال وليس لهم عادة شرب الشاي، لكن إذا قدم لهم الشاي شربوه واستعذبوه. هذا إذن بيان لحالهم فيما يتعلق فيما يشربون أيضا. وعلى ذكر الشاي، ليس كل الناس يشرب الشاي، وأيضا القهوة ليس كل الناس يشرب القهوة. أذكر أنني قرأت في رحلة العياشي قبل حوالي 200 سنة أو 250 سنة، وهو من أهل المغرب، وأهل المغرب معروفون بشرب الشاي يسمونه الأتاي، ولهم في ذلك أشعار ومنظومات، ومنها قول بعضهم يذكر الأتاي المغربي وشربه على الدجاج جيد لكنه على اللحوم أجود، وشربه على الشواء والكباب يفتح للشهوة منه 1000 باب، وشربه على الدجاج جيد لكنه مع اللحوم أجود، إلا إذا كان الطعام كسكسا فكل من أخره فقد أسى. والكسكس الأكلة المغربية الشهيرة التي يأكلها أهل المغرب وتونس وغيرها، ولذلك قيل ما الفرق بين أهل المغرب وغيرهم؟ قال لبس البرنس وأكل الكسكس. أهل المغرب، المغرب الأدنى، تونس والأوسط، الجزائر والمغرب الأقصى، بلاد المغرب من تونس إلى المغرب، كيف تميز أهل المغرب عن غيرهم؟ قال لبس البرنس وأكل الكسكس. فالعياشي يقول وهم معروفون بشرب الأتاي، قال لما قدمت مصر القاهرة والإسكندرية رأيتهم يشربون القهوة في المقاهي في الأماكن العامة، قال ولم يكن من هدينا شرب القهوة، ما كانوا يشربون القهوة في المغرب إلا نادرا، العكس تماما في البلاد الجزيرة
أهل الجزيرة مولعون بشرب القهوة. يذكر أن ضابطا تركيا في أيام حروب الحجاز بين الأتراك والإنجليز، فبحث هذا الضابط التركي عن جماعة من أصحابه من العرب، من أفراد الجيش العرب، مجموعة من الأفراد، بحث عنهم لم يجدهم، وبعد فترة وجدهم قد جاءوا. من أين جئتم؟ كانوا قد أعدوا القهوة وشربوها. غريب، نحن الآن على مشارف معركة وأنتم مولعون بشرب القهوة؟ فأنكر عليهم ذلك، فقال لواحد من البدو اللي كان يعدون القهوة يشربونها، قال له والله يا البيك نشرب القهوة لو أنها على خشم الأسد. يقول له والله يا البيك نشرب القهوة لو أنها على خشم الأسد، يعني لو أن أمام الأسد وجاء مزاج القهوة شربناها، يعني نشربها. حتى أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول: ومن ولع العرب بالقهوة أنهم وضعوا لها تصريفا، أن القهوة لم تعرف عند العرب قديما، القهوة التي نشربها قهوة البن هذه جديدة، اكتشفت في القرن العاشر الهجري تقريبا أو قبله أو بعده، لكن القهوة عند العرب قديما هي الخمر، كما قال النابغة: فلا أشربن 88 و18 و12 من قهوة باتت بفارس صهوة تدع الفتى ملك اليمين مصرعة. من قهوة يعني من خمر، فالقهوة في لغة العرب الخمر. ومن لطيف ما قاله بعضهم، ما ذكره الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، يقول: قهوة بلا قدوع كصلاة بلا خشوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. قهوة بلا قدوع كصلاة بلا خشوع، لا تسمن ولا تغني من جوع. والقدوع ما يقدم قبل القهوة من تمر ونحوه، سمي بالقدوع لأنه يقدع شهوة صاحبه عن الطعام، يسد نفسه يعني. فهذا في حق القهوة، وأهل الكويت كغيرهم يشربون القهوة ولهم ولع بها قديم. وقد ذكر الأديب مؤرخ حمد سعيدان رحمه الله، والعهدة عليه والله أعلم بذلك، أن أول من أقدم الشاي إلى الكويت في أواخر القرن التاسع عشر هم آل عبد الرزاق الرزاقة، ولهم نسابة مع أهل السيلان كما نعرف، كانوا يرحلون إلى هناك، وهي أسرة كويتية شهيرة كريمة المنبت. فلما أقدموا الشاي، يقول السعيدان، بعض أهل الكويت ما شرب الشاي، يقولون الشاي للنساء، ثم بعد ذلك اعتادوا على شربه. فإذا الناس يختلفون من مكان إلى آخر، وهذا يرجع إلى حالهم ومدى عنايتهم بالشيء. فهو الآن يتكلم عن الشاي عند أهل سيناء، يقول أهل سيناء ما يشربون الشاي إلا إذا قدم لهم، فإنهم يشربونه ويستعذبونه. يقول أيضا: لعرب سيناء صبر على الجوع والعطش، وإذا جاع أحدهم ولم يجد طعاما شد حجرا مستطيلا على معدته واحتمل الجوع بصبر غريب، واكتفى بأكل العشب، ومن بات بلا عشاء سمي المقوي، ومن لم يأكل الصبح سمي المريوق، من لم يأكل الصبح سمي المريوق، ومن بات بلا عشاء سمي المقوي. ولذلك يقول شاعر لهم: يا كم ليلة بتنا مقاوي وصبح غزير الإحزام بدين. وقال آخر: والله لا علمك ماني عليك جاحد، اليوم مريوق والبارح رغيف واحد. والله لا علمك ماني عليك جاحد، اليوم مريوق والبارح رغيف واحد. اليوم مريوق يعني اليوم بت بلا ريوق كما نقولها في اللهجة، وهو طعام الفطور. هذه إشارات أشار لها شقير، نعم بيك شقير، وهو يذكر بعض العادات والتقاليد لأهل سيناء في الطعام والشراب، ولهم عادات كثيرة في ذلك تنم عن مدى التزامهم لعادات الطعام والشراب وحرصهم عليها، وهي كما ترون لا ترجع إلى سلم واحد، لكنها تختلف من بلد إلى آخر. لعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نكمل الكلام على هذه الرحلة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج أسفار وأخبار، للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.